اوعى تبيعها لانك رح تخسرها. لشوف حالي يا عمي جميل، لشوف حالي. قلي صياح شلونه؟ صياح منيح، بس ليش عم تسأل عنه؟ لا ابدا، بس يعني فكرت انه عم يعمل هيك او هيك. شو قصدك هيك او هيك؟ لا ما في شيء. لا بمرعي في شيء، وغوشني ها؟ اخي والله شغله بتحط العال بالكف. شو هي الشغله؟ لك اخي بدي افهم، من دون احم ولا دستور بيطلع صياح ابن ابو صافي الخضري شلون؟ اب مرعي، ابو دعاس اعترف انه هو اللي خطف صياح من الحمام. لك بتفوت معلك هيك كذبه؟ بفوت معلك هيك حكي؟ لك بلكي انخطف الولد من حمام تاني، لك بلكي الولد انخطف من حاره تانيه مو حارتكم يا اخي. صياح ابن الحاره، والحاره كلها عرفت بهذا الموضوع وخلصنا. ايه حر انت، لا صدق كلامي. السلام عليكم. والله العظيم يا خانم ماني عرفان انه هو اللي سرق البيت، لو كنت عرفان كنت لطيت له قدام بيت ام كداس وما تحركت من هنيك حتى كومته قدام رجليكي. هذا اللي صار يا صياح، هيك صار. بس عدم المؤاخذه يا خانم، نحن لازم نأمن على اسطوح البيت. وشلون بدنا نأمن عليه؟ يعني منجيب زلمه بيرفع الطبليه داير من دار الاسطوح مشان ما حدا يقدر ينط لهون. ايوه. اي أيوة وشو مستني؟ روح جيب معلم وخليه يبلش اليوم قبل بكره. أمرك يا خانو، دعي لنا. الله معك. مريني يا مو، ليش دكاني يروح لعند أختي؟ سيك تقبرني، خذ هالمطربانات ودي لي هون لعند أختك وشوف لي إياها ليش ما عاد مرقيت. إيه على عيني يا مو، بس يعني ليش هي ما بتعمل مبدوسة وزيتونة لحالها؟ يا مو شو انا عم ببعت لحدا غريب؟ اختك هاي؟ عم والله بعرف انها اختي، بس يعني لازم تعتمد على حالها، والله عيب مشان بيت حماها. ايه معها بتتعلم، هلا مالها فاضيه، روح تقبرني ودي لي هون، الله يرضى عليك. يلا عمرك يلا دعينا. سلام عليكم. الله معك. مهونه كيفك يا فتحيه وكيف جوزك؟ طمنيني عنكم. الحمد لله بألف خير. هدول شويه اكلات بعثت لك اياهم امي، ماكل الهنا ان شاء الله. الله يهني قلبك وقلبها، ما تواخذني يا اخي، والله عذبتك معي. لك شو هالغلاظه ولي؟ اخوك انا لا عذاب ولا شيء. يخلي لي اياك يا رب، امانه تقعد الا ما يصير جميل. ها؟ الحمد لله على السلامة سهري. شو عم تعمل هون صياح؟ قصدي إن شاء الله خير ما في شيء. لا والله يا جميل ما في شيء. جبت لها شوية أغراض لفتحية من أمي. اقعد أخي، اشرب كاسة شاي مع جميل. غير مرة أختي غير مرة. السلام عليكم. الله معك. أماني لا تطول علينا. جميل، ليش هيك حكيت مع أخي؟ لا ما في شي. روحي أعطينا لقمة ناكل، روحي. حاضر. خير جميل؟ صاير معك شيء؟ راسي واجعني، راسي واجعني، مشغول بالي بقصة ما عم لاقي لحل. شو هي؟ احكي لي، فضفض لي. ما بعرف شو بدي لك. صبري، صياح شاف مرتي بالقرعة، يعني بلكي ما كان اخوه على حق وحقيقي، يعني بلكي ابو صافي مو متأكد انه هاد ابنه. حسبي الله ونعم الوكيل على هي القصة. جميل انت ليش هيك عم تفكر؟ يا اخي يا اخي، صياح اخوها لفتحيه. والله يا صبري حاسس القصه كلها مو ظابطه. شو الشيء مو ظابط بقى؟ يعني شو اللي اكد له لابو صافي انه صياح ابنه؟ بركي مخربط. يا اخي الله يخليك، املي هالوسواس من راسك بقى، صياح اخوها لفتحيه وكل العالم تاكدت. شلون تاكدتوا؟ شلون؟ ابو دعاس اعترف بكل شيء. يا اخي يا أخي الله يوفقك، أنت بس دير بالك على بيتك وعلى مرتك، بس
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصير خير أخي، بصير خير. صاير قداس ورجال أبو رجا كانوا من حارة وخطفوا مهاجرين. شو عم تحكي أنت؟ ما لي عمل لها. امشي لعند أبجواتنا نفهم شو القصة. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حسن عليك يا أبجوات. الله لا يوفق. شلون ربطوني وكمموني الله لا يوفق. طيب انت ما قدرت تنادينا، ما قدرت تعيط لنا. ما لقيتهم غير صاروا فوق راسي، ربطوني وكمموني، دخيلكم فكوا لي رجلي، رجلي لحتى احسن اتحرك بس. لك الله لا يوفق. اي والله الله لا يوفق. الله يصبر فيهم. الهي شو فيهم يوم. الله يسلم بيهم. وينك دوم؟ خليك قاعد. خليك قاعد، خليك قاعد. فردن فردن لرجلي، فردن فرد رجلي. لا يوفق. على مهلك ابو حكم، على مهلك ابو حكم رجلي، على مهلك. حاضر 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 حاضر. كتر خيرك عمي صياح، كتر خيرك. الله عمي خير قوي، خير قوي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. بدي افهم بس، شلون فاتوا على الحاره؟ لك انت حارس ولا ناطور درا؟ حارس مختار، حارس الحاره. انت منشان شو معين حارس؟ مو منشان تحرس الحاره وتدير بالك عليها، ولا منشان تنام لك ابو جواد؟ منشان احرس الحاره ودير بالي عليها. طيب شو فاتوا لك؟ فهمني. والله ما كنت نايم يا مختار، والله ما كنت نايم. فجأة صاروا فوق راسي وحطوا المواريد بصدري. هيك طب غم صاروا فوق راسك؟ هذا اللي صار معي يا مختار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صياح، نحن ما عيناك أنت وجميل لحتى تساعدوا أبو جواد بحراسة الحارة؟ لك ثلاث حراس، ثلاث حراس، ما حدا فيكم بحس على جماعة كداس وهو فايد على الحارة؟ معقول؟ معقول يعني؟ إيه معقول مختار، ما حسينا عليهم. لو حسينا عليهم ما كنا خليناهم ياخذوا لماجد. هلا اللي راح راح يا مختار، لازم نلاقي حل للمصيبه اللي حلت علينا. يا جماعه، هي المصيبه مصيبتنا كلياتنا. لازم نساعده لماجد ونرجعه على حارته وبيته. مزبوط، عم تحكي اصلي. لازم نعرف مطرح ابو الرجا ورجاله. عم يا ابو سليم، هن طالما عم يجوا لعنا على الحاره معناته قرنتهم مو بعيده. اكيد اكيد، بشي قرنه قريبه أو بجبل الهجبال حوالين الشام. يعني الخلاصة يا جماعة، هن قراب علينا كثير كثير. صياح، تاخذ جميل وبتدور عليه هون، بدكم تنكشوا لي إياهم لو كانوا تحت تقطيع الأرض. وجب، السلام عليكم. كون سلام. السلام معك ابني. روح منوشي أنت كمان، روح. عطرك يا شام، حبي يا عطر.